وصل يا سيدنا المحتلين حكومة. والحمد لله والسلام على عبادي المصطفى. السيد نائب المداس، السادة مولاي المشاهدين، السيد رئيس مقاطعات، السادة المنتخبين، السادة الأسئلة الكرام، السادة رؤساء الجمعيات والمجتمع المدني، السيدات والسادة الحضور. أولا لابد أن أتقدم الشكر للمنتدى على دعوتنا لحضور هذا اللقاء الذي يعتبره لقاء علميا وتواصليا بامتياز حول التراث وكيف لا وقطاع الصناعه التقليديه وتبني تبارك احدى الركائز الاساسيه للتراث وللمسمى اللامبي لمدينه فاس ولوطننا العزيز. كذلك نشكركم لانه هي مناسبه يتم من خلالها التواصل مع الساده الحضور حول واحد التجربه نموذجيه للصناعه الوطني الا وهي المخطط الجهوي لبنيه الصناعه التقليديه. هذا المخطط الذي كان ولا يزال اول مخطط ينجز على الصعيد الوطني في قطاع الصناعه التقليديه وانجز في اطار تشاركي في اطار من الجسور من البرامج القطاعيه في اطار يعني خيرات كل فاعلين من جماعات محليه من غرف مهنيه وكذلك المهنيين. لا يخفى على احد الاهميه البالغه لكي يعرف قطاع الصناعه التقليديه القطاع لكي تعتبر يعني احدى المكونات الاساسيه للبنيه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ديال المدينه العاصفه ديال مدينه فاس وبخصوص مدينه عاصفه. هذا القطاع اللي ارتبط تاريخه مدينه فاس منذ القدم به بحيث ان جل المآثر التاريخيه المتواجده بمدينه فاس هي يعني ساهمت بشكل كبير في تصنيف هذه المدينه كتراث عالمي انساني طرف منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه. وهذا التصنيف هذا يعني ان دل على شيء فانما يدل على المساهمه يساهم بها القطاع الصناعه التقليديه، يساهم بها الصناع التقليديين في نقل المهارات وفي تبرز راس المال اللامبي الذي يمثل ركائز اساسيه لتراثنا المحلي. كذلك القطاع له ابعاد كما قلت حضاريه يعني كيعكس الهويه المحليه ويعرف بها. قطاع كيشغل 25% من ساكنه المدينه، 75% من ساكنه المدينه العاصفه. وهذا نقطه اساسيه ملي كنقولوا 75% من المدينه العاصفه راه فاش كيرتفع القدرات ديال الناس تتصافروا صوره المدينه، ملي كتضمحلوا القدرات ديال الناس تضمحلوا صوره المدينه. كذلك القطاع له هو اقتصادي متميز، 22 مليون درهم كمتوسط ديال الصادرات، 125 مليون درهم كمقتنيات مباشره للسياح، السياح اللي كيدخلوا عندنا كل واحد كيجي 341 درهم ديال المنتوجات الصناعه التقليديه، كيبيع على صدر المراقبه. كذلك الرش والضربله والدرجه 80% من الصادرات الصناعه التقليديه هي كتنتج في مدينه فاس. مدينه فاس يعني قطب الانتاج الامتياز والمدن الاخرى نظرا يعني الفرص ديال التسويق والترويج والسياحه والتنميه السياحيه على فاسها يعني كتقوم تفوز هذا المنتوج. طبعا كتسخر مدينه فاس بحرف متعدده لا داعي لذكرها، وكذلك مختلف الحرف مثل النبات والزراعات واحد التنظيم عاتق للحرف يعني كيتبنى عربي فيه المتعلم تحت والصناعي والمعلم والاني والمهتم. وهذا الحيره هذه يعني كانت من داخل المدينه العاصفه، وكانت الحياه الحرفيه كل حي كيحبس سنين الحرفه اللي كانت تناصفي، وكل شيء كيعرف انه الصباغين السراجين السقاطين النجارين الى اخره، واسواق كذلك حرفيه اللي كانت كتوضع حد الوسطاء. سوق الصباط اللي كيبغيو لها كيمشي سوق الصباط يخدم الدلاله اللي كان سوق التلي سوق الحيف الى اخره، المنطاد سوق المبهود الاوليه للجلد الى اخره، اللي مازال واحد الجزء كبير منها قائم واللي كنتمناو اننا نزيدو نحافظوا عليه، وان هذا الموروث يدخلوا في اطار موروث ثقافي في اطار يعني الموضوع ديال هذا اللقاء ان عندنا مسؤوليه جسيمه كبيره كيفاش يمكننا الدور على سيبر هذه المدينه وكيفاش يمكننا نحافظوا على كيف قدرت انها تحافظ على هذا الموروث طيله 12 القرن. غادي ندوز مباشره بجموعه الاشكاليات. المدينه ملي توسعات بداو كيتباسوا الحرف خارج الفضاء ديالها، وملي بداو كيتباسوا ولا بالصعوبه انها تضبط، وبالتالي كان لابد ما نخرجوا اشتموا المثالي شبه السيد نعيم الهدى اللي داخل المدينه العاصفه، كان لابد ما نضبوا الحرف. وفي هذا السياق الوزاره لات واحد الرؤيه استراتيجيه سميتها 2015، وهذه الرؤيه ترجمات على المستوى المحلي في اطار واحد المخطط جهوي لبنيه الصناعه التقليديه اللي اعتبر اول مخطط في تاريخ المغرب في قطاع الصناعه التقليديه. ذكر المستوى مدينه فاس
2009 2013 تحدث الهدف ديالو في الإطار الشوكي مع مختلف المتدخلين بالخصوص المنتخبين وكذلك الإدارة الفنية والسلطة المحلية وتوقع عقد برنامج جيل 2011 في سبيل 2009 وصنف فاس كعاصمة السلعة للصناعة التقليدية وجهة متميزة للصناعة التقليدية المغربية يعني هزة لابورت هزة الفوق اللي بغى الجودة اللي بغى التميز اللي بغى الامتياز الصناعة التقليدية يجي فاس وهادشي كيعترف به الجميع ولا بغيتي شي حاجة عليه يمكن تمشي للمدينة الأخرى وهادشي منين جاي كيفضل أن الصناعة التقليدية فاس هو محافظ في تبليغ راه ماشي ساهل أنه يجي شي حاجة جديدة ويمكن له قبلها بسهولة باش يقدر أنه هو دائما يرتبط بحضارته بأثرته كذلك هذه بعض الصور التي تجسد عملية التوقيع والكلية الكوفة تقع سنة 2007 كان هذا الحدث وهذه هذا طبعا اللي أعطانا واحد المجموعة هذه قيمة مضافة كبيرة للمدينة ولكن لا الصناعة التقليدية من خلال 23 مشروع التي تم إنجازه أغلب إنجازه المزيان وبالإضافة كذلك إلى دعم هذا المخطط جاب دعم متميز في إطار حساب تحدي الألفية والكل يعلم أنه من خلال المداخلات التي تكلموا عنها الآن المسارات السياحية للبلدات وإلى آخره تشكل دار في إطار يعني هذا البرنامج التحدي الألفية وكذلك ما أنجز في إطار فاس مدينة اللي كتشرف عليه وكالة الخدمات المالية وكالة التنمية والارتباط مدينة فاس في الليل دونا في الفراغ الأعتقاء واللي تشوفوا من بعد هذا الشيء مجسم في صور سؤال بعد المحطات البارزة أولا هذا طبعا الحفل اللي كنسعقوا جميعا ديال التوقيع ديال الاتفاقية ديال المآسي التاريخية واللي اتفاقية توقعت أنا وصاحب جلالة واللي من خلاله قطاع الصناعة التقليدية السابق بسبعة مشاكل بزيادة 38% من الغلاف المالي المخصص اللي هو 280 مليون درهم يعني كل جهة 38% خصت لقطاع الصناعة التقليدية هذا الزيارة التي قام بها صاحب جلالة اللي قطب الصناعة التقليدية بعين قوي سنة 2013 واللي من خلاله يعني وقف على تقدم الشغل بهذا القطب لأن سيدنا هو اللي كيعطى انطلاقة سنة 2004 واللي مخصص لإخراج الأنشطة الملوثة ديال الصفاري من داخل المدينة العتيقة إلى خارج المدينة العتيقة واللي من خلاله كذلك سلم المفاتيح ديال مجموعة الوحدات المنجزة في الإطار حساب تحدي الألفية هذا المشروع الذي يعتبر فريد من نوعه اللي نجز في إطار مؤسسة محمد الخامس الصدمون واللي شرف صاحب الدراسة والله على إعطاء انطلاقة الحملات الوطنية للتضامن سنة 2009 وهو المشروع اللي كنت حالي كيعرف لك باسم كيعرفو هو ماشي حق مشروع التكوين المهني بل هو جامعة ديال التكوين المهني وهذه البنية التحتية اللي من بعد دات فاس وداز مراكش ولكن يبقى مركز فاس مركز رهيب ربما يمكن الإخوان ما كيعرفوش هذا كيعرفو أنهم يبقوا يشوفوا يعني فضاء جميل ويلقي تكون متميز وأزيد 84% ديال التلاميذ اللي عندنا تما أو الطلبة كيندمجوا تلقائيا في سوق الشغل وهذا هو الهدف أن مراكز كتبدا في المرات مستعفى كتلقى أو تعاني من العشاء كتلقى فرص التشغيل كذلك هادو بعض الصور يعني الآن 180 وحدة حرفية في المنطقة ديال عين القوي تبنات 235 حنا رحنا في الأزيد من 73% من الإنجاز كتشوفوا الصور على اليمين هذه نماذج ديال وحدات اللي لتحت وحدات على اليمين جوا الصحراء واللي على اليسار نجاز في اطار حساب تحدي الالفية الامريكي عندنا على اليسار تكاين بنية تسيا من طرقات من كهرباء الى اخره عندنا هنا بعض الفنادق اللي تم انجازها باش نديو لها الصومات التقليدية اللي مازال في المدينة المعامل مشاو للمعامل واحد العدد كبير دابا مشاو للمعامل 300% مازال عندنا واحد فندق صورناه مع الميكان مشاو الناس يروحوا كيسالوا فيه جوج فنادق واحد صوبتو من الجامعة مشكورة واحد صوبتو من الجهة الآن سالينا الإحصاء ديال التعيين الإحصاء واحد بدا لا 208 وكنتسناو غير الأوكي السيد العمدة والمدير ديالو باش باش يدوزو مباشرة لعملية القرعة باش نخرجو 208 ديال الوحدات ملوثة مدرسة أخرى غادي تخرج لهذا الفضاء اللي هو فين هنا طبعا هذا تجليق كل شيء كيتفكر الاخوان هذه 2010 قبل 2010 كانت المنطقه جنالون وسابون وكتعاني الامرين والدخان اللي كان كيتصاعد واللي كانت 240,000 ساكنه يعني كلها تعاني من امراض تنفسيه وفيات في الاطفال الى اخره بلا ما ندخل في التفاصيل وما كانوش يقدروا يلبسوا البيض 2010 تم اخراج الانشطه الى رجلين حي ديال 27 واللي الان وصلنا بنا 130 وحده ما
من اصل 197 اي 70% او 71% تقريبا ديال الوحدات تم انجازها. ملي كنقولوا الجديد راه بعيد على فاس 5 كيلومتر في واحد في خارج الزريج ملي كنطلع على السوق هناك او الجامع التجويزي. هنا سوق الجد كذلك هذه مجازة اللي جات للجسم الجماعي مشكور. سوق الجد كان قريبا من كيسان كان مقبيح مشوا الفضاء الى اخره بعيديا. الان كاين سوق الجد في اي مقبيح اللي في المستوى هذه وما كاينش سوق بحالو على الصعيد الوطني اللي طلعوا 14 مليون ديال الدرهم بناء وتوسعه. مشاريع فاس مدينه ساحه للمدونه وهي من المشاريع الكبرى 281 مليون ديال الدرهم ما يفوق 190 مليون ديال الدرهم كمساهمة الحكومة المغربية في الواد فيها واحد المباراة دولية ديال التصميم كان داز زارشتيك ديال العالم جاو عطاو الأفكار ديالو وامتاز التصميم اللي كان أتي الشغل عليه الوكالة ديال التنمية والاعتبار مع مسألة الشركاء فيه كذلك إنجاز واحد ما يفوق 100 ديال المحلات التجارية الصناعة التقليدية فيه المقاهي فيه المطاعم فيه الفرادق بالإضافة كذلك إلى إصلاح متاحف إلى إصلاح مجموعة ديال الدور فن في الحصول دار التنزيل دار عراقي وهي فضاءات جميلة وهي تابوع التاريخ الحضري كيتصح في طلب المنهج هادو أربعة ديال أربعة هادي كاديل الفرنك كتشوفو تشوفو هادي من هذا وجه الحق حسب المتميز كيبقى لتاريخ مدينة فاس راه شي كيتنجز راه واحد الوقت غادي يدخل في التاريخ غادي يتكلم عليه واحد الوقت مستقبلين اللي يتكلم عليه أنه فضاءات ترجعو إلى القرية 110 19 تم إصلاحها بالنمط اللي كانت عليه في القرن 19 والقرن 14 انتم كنشوفوا النقش المعين قبل المشروع كيف كان ومن بعد المشروع كيف شفنا بزاف ديال الاخوان ما تحتوش فرصه يزوروا لان احنا في نجزوا 100% وفي القريب مع وكاله ومع السلطات يتم يعني تخصيص السمع التقليديين هذا يعني الفندق الجميل جدا الفندق الشمعي السبتين هذا الفندق كذلك الركه وهذا الركه هذا كيحدا كوميساريه القطري وهذا الفندق يعني تا هو رائع وخصيصا للصناعة التقليدية بالنسبة للتقليد هي علاش؟ لماذا؟ لأن قبل 45 عام 1945 كانت كتبدا في تجارة الخصا أو الرقيق الأعداد كما كيسموها في الإطار الاعتبار والأرض خصيصا للصناعة التقليدية بالنسبة هذا في النقطة ديال الكستوميين اللي كيعرفوا بالتطوان واللي تقريبا في المراحل دابا راه تقريبا شي 90% من الإنجاز وإن كان تأخر في الإنجاز ولكن يعني في النقطة رائع جدا سواء بحكم موقعين وسبعين ناس ولا بحكم كذلك الطريقة باش تم التمويل والإصلاح ديالو وهذه فرادق اللي في المثلث التاريخي الذهبي واللي عندها إشاعة كبير لمدينة فاس كينضاف إلى ذلك المدارات السياحية والإخوان عارفين أن المدارات السياحية وهذا لابد نشكر كل المتدخلين من السلطات من مجلس المنتخبات من قطاع المدينة من جامعة وسي البار حاضر معنا أستاذ البار اللي كنخدم معنا في جانب يعني اللوائح التاريخيه والاشاريه والتوثيق مع طلاب الاسئله الجامعيين ولحقة دار واحد الاعمال جبار فقط التميس من مقابل المجلس الجامعي وبدات المشروع الحراج معنا انه كاين اتفاقيه وقعت في نهايه البرنامج باش يدوزوا التصميم للنوكوسيان او للصيانه ديال هذه اللوائح حيت ان بعض اللوائح تم التكسير ديالها بحال اللوحه ديال مخزنه القرويه مثلا الى اخره واللي باش يمكننا اننا نبقاو حافظين اليوم والاستدامة ديال هاد اللوحات اللي الناس غنكون شتو مجموعة ديال الالوان ومجموعة ديال يعني الخرائط اللي كتوجه الانسان وكيمروا هاد اللوحات على ازيد من 2013 مختص به ديال منتوجات الصناعة التقليدية مع ازيد ويب واحد الموقع الكتروني اللي تحملت الصين كذلك الصين التحديد ديالو المجلس الجهوي للسياحة هذه مجموعة اللوحات يعني ماليش في اللوحات 288 اللوحات 228 ديال التوجيه 70 ديال التوضيح في المعالم التاريخية أساسا و10 اللوحات الإعلامية في المداخل الرئيسية ديال مدينة فاس هنا كذلك كنتكلموا على التراث لابد دابا نتكلموا على المنظمة مهمة بزاف وهو حماية حرف مهددة بالخيار مجموعة ديال حرف فاس مهددة بالخيار وتم إحصائها والآن تدخل في توصيفها في يعني ترانسكريبسيون او يعني التوثيق ديالها وكذلك تعليم في ماركيس تكون يعني صورنا اربعه ديال الحرف باعتماد تقنيات مصريه متطوره منها التغسيل الدقيق على الخشب المصاري واحد من السليمان اللي كاين في الميزان تحتها واللي يعني في سن متقدم درنا السرج التقليدي الحقيقي درنا الكحله التقليديه المغربيه و
وحفظ موها سند موها اللي كاين في بلاد السعود. هنا كذلك تم تكوين مجموعه في اطار العنايه بالمقاربه هنا، تكوين ما يفوق 100 ديال النساء، مجموعه ديال المجالات الاله السعوديه المتعاونيه والخاصه بالنساء، ودعمنا حساب تحليل الفئه الامريكيه في برامج التكوين. كنا 2610 ديال الناس من الصناع في محكوميه الوظيفيه، ماشي محكوميه عاديه، محكوميه وظيفيه 60% منهم ديال النساء. وكذلك الان عطينا انطلاقه 90 ديال النساء بغاو يتعلموا اللغات الاجنبيه، بدينا باللغه الفرنسيه في انتظار النزول للغات اخرى. 13 صريح تقليدي حاز على الشعر الوطني ديال التمييز الجمهوري اللي كاين وطنيا، 8 العلامات الجماعيه خصنا على مستوى كتفاس اللي كيشوفوا الاخوان هذه العلامات، غير اذا شافوا شي منتوج هذه العلامه يعرفوا ان هذا المنتوج مضمون من طرف الدوله، وهو مضمون الفخار. مضمون الفخار هو فيه البرو كاميو ولا بمسحه، هو الكحله اللي كتشوفوا اكوش البلغه الزيونيه والبلغه المغربيه، كنا عارفين الزيونيه كاينه غير فاس، كذلك السج المغربي البلغه المغربي، ومؤخرا سولنا العلامه ديال السديج المغربي سديج فاس اللي كتشوفوه يعني زغوطه سينيا بمفاش. هذا الديزاين وكذلك كنشتغل مع المجلس الجامعي مشكور سابقا مع عمليات مزيانه بزاف مع امستردام مع ساتيسيان، ودرنا مجموعه ديال المنتوجات المصممه واللي عرفت واحد النجاح متميز. صنعت بلادي 5 دورات درنا هنا وبعد الدورات ديال ابهار صانع، خلقنا 102 ديال التعاونيات خلال 10 سنوات باش وصلنا ل 141 تعاونيه، ومن الجهه الاخرى الى الصعيد الوطني 60 جمعيه مهنيه باش وصلنا الان 154 جمعيه و 102 مقاولات. الوقت اللي كان عندنا 20 مقاوله في بلاد المستقبل تخصص 102 ديال المقاولات، الان حنا في 131 مقاوله على الصعيد الوطني. اذا هذه بعض المنجزات بلا ما ندخل في التفاصيل، ندوز مباشره اللي بغى التفاصيل الدقيقه عنده والو، غادي نقول لكم بين مؤشرات في اطار برنامج الامريكي مثلا 800 تقدم الصناع التقليدي اللي كاين في البيوم كان تعطات 350 مليون للببغاء واحد الفضاء في البيوم الى اخره من التعاملات التي افتقدت واللي كانت متميزه. هذه معارج مباشره ندوز بين مجاز كذلك في اطار المبادره الوطنيه للبنيه البشريه في القنا اللي كيعرف القنا ديال رحلة شوارع كيتنجز واحد المركز الدعم التقني خاص بالصناع التقليدي باش يحسن الجوده ديال المنتوج ديالو. كذلك الاله ديال البرشمان الخياطه كاين شي موقع دورو باش كنزولو الحركة تشغيل الاطفال، بالاضافه كذلك الى يعني التعويضات التي توجد في اطار المآتم التاريخيه واللي تخصص 1500 درهم للصناع المشاوكاب، 2500 درهم للدبابة، العيال الدبابة، 2000 درهم للصناعي الدبابة، يعني وهذه التعويضات اللي كانت متميزة، أولا باش كناخدو التدريب كامل، يعني كيفهموا لنا الفضلات، ثانيا في واحد المدة معينة باش كنا نعاونوهم على داك الفترة ديال الإصلاح باش ما نكونوش أكثر بهم. شكرا لك. هنا نعطيكم لا غادي نقول لكم شي تسميح فضلي. لا لا سوف لأن المصدر غالي وكبير وعندنا مصدر خير. مباشرة بالنسبة للمبادرة راه ماشي عايش من المركز ديالها، المبادرة سمونا مجموعة ديال الفرادين، الحفارين، دراز الصغا، دراز درب الزان، بناء دراز ريح الشمس، دراز درب الطويل اللي نهار اللي كيتبنى حاليا اللي هو متميز، كذلك مركز المركز ديال التكوين، مركز التدرج المهني المنشا، لأن التكوين العنصر البشري كان من الأساسيات بالنسبة للإنقاذ وإعادة يعني الساكنة ديال المدينة. هذه كلها مراكز متميزة في إطار مراكز قرب، عندنا بسم الله، عندنا عمود الحجاج إلى آخره، هذا ندوز عليه مباشرة، هذه ندوز مباشرة للمشاريع الممولة في إطار كما قلت سمعت الوقت خالد السلامون، وهو المركز ديال الصحة اللي هو متميز في زيارة ديال مجموعة ديال الشخصيات. هنا المآتي التاريخية، هذا بوجلاء هذه صور كتعكس الاشغال اللي كتجري في المآتي التاريخيه، دار طبق شوارع 30 مليون ديال الدرهم اللي فيها الى 779 سايت الاشغال طلقات، عين زيتون 16.5 مليون درهم اللي فيها الى 116 سايت تقيلي الاشغال طلقات، وهذا الشيء 12 قرن من الطريق الان كيتم الاعتبار له. سيدي موسى كذلك فندق عشيش اللي هو جميل جدا وصل 60% من الانجاز، فندق القطارين اللي هو كذلك كيعرفوا كل شيء التاريخ ديالو اللي هو الان 10% من الايجاز، والصعوبه ماشي فقط في الاصلاح بل في المفاوضات الاجتماعيه باش كيكونوا في المفاوضات.
هذا باش تشتغلوا. هذا فندق السما اللي كذلك وقعوا استراتيجيه اللي تنقات فيه الاشغال حيث انها تقريبا الصباغي واللي كذلك تنقات فيه الاشغال ديال البناء ديال التزمين. وبهذا يعني اتمنى ان اكون قد يعني ان اطلع الصدر فضو على جزء فقط بسيط من ما تم انجازه خلال مدة مخطط الجهوي والمكان عند الاشياء تكون لنا شي تسرش. شكرا لك المسؤوليات على استهلي للمخطط الجهوي من صناعه تقليديه.